نحن عمية الشرطة رئيس دائرة مفوضية الشرطة بزيف وشعركم بأن هذا يوعد تجمهورا التجمهور يعاقب عليه قانونا يبقى قانون التجمعات العمومية فقرة ثانية من فصل 21 قانون التجمعات العمومية يعاقب بالحبس بعقوبة تتراوح بين شهر واحد وثلاث أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 1200 و 5000 درهم وبإحداثين عقوبتين فقط من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد تبجيل الإنذار الأول والثاني والثالث وإن لم يتأتى فريق تجمهر إلا بقوة فإن العقوبة تكون لمدة تتراوح بين شهر واحد وست أشهر نأمركم بالانصراف الفصل 20 الفقرة الأولى ينفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة إذا وقع تجمهر ليلا كانت العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين إذا لم يتم تفريق تجمهر إلا بالقوة أو باستعمال أسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصى 5 سنوات يمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المقطع الأول هذا الفصل الحكم بالمنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانته أمركم بفض هذا التجمهر والانصراف إننا سنستعمل القوة انصرفوا إننا سنستعمل القوة انصرفوا إننا سنستعمل القوة هلا حيدونا من هنايا هلا يا اخوان حيدونا من هنايا سعيد فلسطين ستحرر بإذن الله هذا وعد من الله ورسوله لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله تعال هذا يهودي ورائي فاقتله أحب من أحب وكره من كريم فلسطين ستحرر بإذن الله فلسطين أمنا والتصبيح فينا فلسطين أمنا والتصبيح فينا Thank you.
غادي بتدريج لمحو كل تضامن مع الشعب الفلسطيني. فاليوم هو 29 نوفمبر هو يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كل احرار العالم كيتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن للاسف كنشوفوا هذا القمع وهذا الارهاب اللي كتمارسه الدوله في حق الاحرار. حنا بغينا نعبروا عن الموقف ديالنا بسلميه مع التضامن مع الشعب الفلسطيني والرفض ديالنا لكل اشكال التطبيع، ولكن شفنا هذا التدخل الهمجي في حق احرار وابناء مدينه زيو. شكرا لكم على هذا الفعل، ومسيرتنا مستمره لدعم القضيه الفلسطينيه بكل اشكال الدعم، وكذلك بالتنديد بهذا الانبطاح وهذا الهروله في للكيان الصهيوني. والسلام عليكم ورحمه الله. بس